كانت هناك نقطة رئيسية ركز عليها مصدر قريب من المحادثات في إيجاز صحفي قبل انتهاء هذه المرحلة الأولى من هذه الجولة، تحدث عن أن القضايا التي تتم مناقشتها حاليا هي قضايا محورية، وأنه راض للغاية عن هذه القضايا باعتبارها ستقود في النهاية إلى الاتفاق. أما ما هو غير راض عنه فهو الإيقاع الذي تسير به وتيرة المحادثات، مما يعني أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة ولا تحقق الوصول إلى الهدف في الوقت الزمني المفترض. هناك خشية كبيرة لدى الوفود الأوروبية ولدى المنسق الأوروبي للمفاوضات من التسارع الكبير في وتيرة البرنامج النووي الإيراني. إيران وصلت بالفعل إلى التخصيب بنسبة 60%، وبحسب تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فلديها مخزون من الوقود النووي المخصب بنسبة 60% يصل إلى 17 كيلوغراما. هذا هو الحد الأقصى للاستخدامات السلمية، وهذه سابقة أولى لأي دولة في العالم تستخدم الوقود النووي استخداما سلميا تصل إلى هذا المستوى من التخصيب. أما الوقود النووي الذي يصل إلى 20% فمخزون إيران منه بلغ حالياً 180 كيلوغراما. هذا بالطبع يثير قلقا كبيرا إذا ما علمنا أن الحد الأقصى الذي ينبغي أن تصل إليه إيران وفقا لاتفاق عام 2015 لا يتجاوز 3.67%. يمكنك أن تخمني الفارق بين هذا وذاك. بالإضافة إلى ذلك، العقوبات الأمريكية، هناك عقوبات كثيرة لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني، لا علاقة ببرنامج الصواريخ الباليستية، لا علاقة بملف حقوق الإنسان، لا علاقة بزعزعة الاستقرار في المنطقة. كل ذلك ترغب إيران في رفعه. أي عقوبات فرضت بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2019 كلها ترغب إيران في رفعها بشكل كامل، رغم أن اتفاق عام 2015 يمنح الولايات المتحدة حق الإبقاء على هذه العقوبات وفرض عقوبات جديدة طالما أن لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني. إذن فنحن نتحدث عن عقبات كثيرة في طريق التوصل الاتفاق، ولكن كما قال ميخائيل أوليانوف المبعوث الروسي لهذه المحادثات لسكاي نيوز عربية، هناك فرصة كبيرة في تحقيق الهدف قبل منتصف شهر فبراير المقبل.